هنا في طهران قلتم التالي: إن الجمهورية الإسلامية تعاطت بذكاء مع الملف النووي والمفاوضات، ولكن الأمريكيين يحاولون التجني وعدم الالتزام بتعهداتهم، غير أنهم أي الأمريكيون مجبرون كما تقول مجبرون على الإيفاء بما تعهدوا به، لأننا نملك الأدوات اللازمة التي ستذيقهم طعم الندم. أنا سؤالي هو التالي: ما هي أدواتكم اللازمة المتوفرة التي تجبر الإدارة الأمريكية على تطبيق ما تعهدت به؟ وإذا لم تطبق ماذا تقصدون بطعم الندم لأمريكا؟ وسعينا فيما يتعلق بالمفاوضات النووية التي كانت مشكلة طويلة أن نتعامل بشكل جيد، وأعتقد بأن أساس العمل في المستقبل هو كيف تتقدم تنفيذ الاتفاق النووي. وبالطبع إذا حاولوا استغلال وحاولوا المكر، فإن الإيرانيون فلديهم العقل والدهاء الذي يعطيهم الإمكانية للرد عليهم، وتم اتخاذ التدابير. إذا تخطوا عن الاتفاق النووي ولم يلتزموا بتعهداتهم، فإننا نعمل لكي ينتبهوا بأنهم لم يسلكوا الطريق الصحيح، وربما نلغي هذا الاتفاق. ولا أريد أن أقول بأن ما هي تلك الوسائل والأدوات التي بيدنا.